قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا وطمنا على حالة الطقس، وكمان تعرفنا أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسنت. الحقيقة يا شاذلي لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، وكمان من أبرز الظواهر الجوية الموجودة معنا النهاردة هي الشبورة المائية الكثيفة اللي كانت موجودة الصبح في الساعات الأولى من الصباح الباكر. تعالوا نشوف التفاصيل بقى. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتدي مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.59، أما الشراء فسجل 18.51. اليورو البيع سجل 20.26، أما الشراء فسجل 20.16. الجنيه الاسترليني البيع سجل 24.28، أما الشراء فسجل 24.16. الفرنك السويسري البيع سجل 19.62، أما الشراء فسجل 19.52. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.88، أما الشراء فسجل 2.87. الريال السعودي البيع سجل 4.95، أما الشراء فسجل 4.93. الدينار الكويتي البيع سجل 60.96، أما الشراء فسجل 60.60. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.06 والشراء سجل 5.03. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 934 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1090 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1246 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8720 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكمان في فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 23. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. كمان من شوية تم فتح طريق العالمين الصحراوي وطريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور، وده بعد ما تم غلقهم في الساعات الأولى من فجر اليوم بسبب الشبورة. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم مع استمرار الشبورة على الطرق.